هنالك ما منتبهين شغلة مهمة جدا، أنه الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية تتطلب النصاب 220، يعني لازم يحضر للنصاب 220 حتى تصح الجلسة الأولى، وهذا ما حد منتبه. انتبه هاي سيد نجم، راح تطرح من عند برنامجك، راح تطرح هاي في المادة 70 الجلسة الأولى، الجلسة الأولى لمجلس النواب فيها اختيار رئيس الجمهورية، يعني مو الجلسة الأولى عفوا، جلسة اختيار رئيس الجمهورية، الجلسة الأولى اختيار رئيس مجلس النواب، لا مجلس النواب هاي واحد ما فيها يعني. بس انتخاب رئيس الجمهورية طلب ثلثين، ومعنى هذا أن النصاب لا يقل عن 220. من الذي يستطيع من الفريقين الإطار أو التيار الصدري أن يجمع 220؟ صعب جدا، لأنه الكتلة الأكبر هي 165. هو هذا 165 شكل الحكومة، شكل بها الحكومة رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهور ورئيس البرلمان. هو شنو الآلية؟ الآلية الجلسة الأولى انتخاب رئيس البرلمان، البرلمان زين، 165 بعدين إنه انتخاب رئيس الجمهورية اللي هي 220 نائب. ها إذن هنا 220 هنا افتهمت قصدك، في الجلسة الأولى إذا أقل من 220 يصير الجلسة الثانية بأي عدد، يعني يتوزعون أغلبية نسبية، يعني أي عدد بالجلسة الثانية يفوز. لكنه ما منتبهين إليه أنه جلسة النصاب، النصاب تحدث مو الجلسة اللي أو العدد اللي أعضاء مجلس النواب يحضرون، يحضرون ويصوتون. إذا أحد يقاطع أقل من 220 219 ماكو جلسة. ليش أثرت هاي النقطة الآن حتى نوصل لل مو ليش أثرت؟ لأنه أكو إشكاليات بالدورة السابقة. لا لأنه دا أقول للطبقة السياسية أنتم أمين. إذن أنت تجيد تقول أمين الذي الذي يذهب إلى حكومية، يعني الطبقة السياسية أمية بالدستور، إذن لازم يتعدل الدستور. ما يتعدل الدستور، الدستور شادله، لكنه الأغلبية ما راح تصير. هو أنا هنا كلام لقل. كلام هذا كلام يعني مجرد كلام زين الآن ايه. مفهوم الأغلبية السياسية، نعم الأغلبية السياسية هم الولي شي يقول لك، يقول لك احنا نجيب اللي نقدر بيه 165، نعم نروح بيه للبرلمان. لا غلطانين، انت تقول غلطاني. لازم نجيب 220 لأنه الرئيس ما يمشي إلا 220، فالإطار لا مناص أمامه إلا مع التيار، والتيار لا يمكن أن يتخلى عن الإطار إلا المستقلون يذهبون وربما يشكلون 220، وهذا صعب. أنا ما أقوله أنه المفاوضات حينما تبدي ما عندهم رؤية للدستور، لأنه مثل ما قلت طبقة سياسية أمية في القوانين والدستور والتشريعات القانونية والدستور والفهم الدستوري دائما عندهم قصور، ما عندهم، ولذلك أقول طبقة سياسية طبقة أمية في الدستور حقيقة يعني.